بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإيمان ليس كلمة تقال، وإنما هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الدخيلة العالقة به. لذلك ابتلانا الله عز وجل بهذا الدين، وأمرنا أن نضحي له ونتجرد له عز وجل، وألا نقدم أي شيء من حطام الدنيا عليه سبحانه وتعالى. لذلك توعد كل من قدم الدنيا والأهل والولد على الله ورسوله والدين الإسلامي. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يتعرض للمحن أكثر من مرة، فيثبت ويكون حاله الاستسلام الكامل لأمر الله تعالى. لقد ابتلاه الله تعالى بأمر عظيم، ابتلاه بذبح ابنه إسماعيل بنفسه، فلذة كبده وثمرة سعيه، فلم يتراجع أو يتوانى مع حبه الشديد له وتعلقه به. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. لقد كان عليه السلام مثالا رائعا ونموذجا فريدا في الامتثال الكامل لأمر الله تعالى والتسليم المطلق لحكمه. قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا الحدث العظيم الذي يهز القلوب هزا ويحرك فيها الإيمان بالغاية وبالمبدأ، فهذا الشيخ الوقور المقطوع من الأهل والقرابة، المهاجر من الأرض والوطن، ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام طالما تطلع إليه، فلما جاءه جاء غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه غلام حليم. وها هو ذا ما يكاد يأنس به وصباه يتفتح ويبلغ معه السعي ويرافقه في الحياة، ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد حتى يرى في منامه أنه يذبحه ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية. فماذا إنه لا يتردد ولا يخالجه إلا شعور الطاعة، ولا يخطر له إلا خاطر التسليم. وجاء الشيطان الأكبر لخليل الرحمن ليفسد عليه إيمان القمة، جاء ليقول له: ما الذي تتولى أن تفعله بابنك الوحيد؟ وما معنى أن تذبحه وأنت شيخ كبير محتاج إليه؟ وكيف تصدق هذه الرؤيا؟ إنها كاذبة. والشيطان لا ييأس من أي جزئية يدخل منها، بل يحاول أن يدفع الإنسان إلى المعصية بأي وسيلة. ولذلك فإن الشيطان لم يترك وسيلة مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر إلا اتبعها، علّه يفسد طاعة من أعلى الطاعات وأكثرها ثوابا عند الله، طاعة الإيمان القمة. وبمجرد أن غادر إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام البيت، بدأ الشيطان مهمته، وهو يقول لنفسه: هذه محنة، هذا ابتلاء عظيم، فإن لم أستطع أن أفتن هؤلاء في هذه المحنة فلن أستطيع أن أفتنهم أبدا. وجاء لهاجر وقال لها: أتعرفين إلى أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت: ذهب به لبعض حاجته. فقال لها الشيطان: إنه لم يذهب به لحاجته، إنما ذهب به ليذبحه. وقالت هاجر: ولما يذبحه؟ فرد عليها الشيطان: زعم أن الله أمره بذلك. فقالت: أغرب عن وجهي، ما دام الله قد أمر فلا بد أن يطاع. انصرف الشيطان عنها مدحورا وأسرع ليلحق بإبراهيم وابنه عليهما السلام، وبدأ بإبراهيم. لقد حاول أن يمنعه من تنفيذ أمر الله، فقال له: ما الذي أعلمك أن هذه الرؤيا من الله؟ ربما كانت أضغاث أحلام، وماذا يستفيد الله من ذبح ابنك؟ لا تطع الأمر، وإلا فستندم طول حياتك. إذا قمت بذبحه فلن يفارقك وجه ابنك، وهو يموت سيظل وجهه دائما أمامك يعذبك طول حياتك، وأنت شيخ كبير في 84 لن ترزق ولدا بعده. وظل يحاول مع إبراهيم
ولكن إبراهيم لم يستمع إليه. ولما يأس من إبراهيم ذهب إلى إسماعيل وقال له: إن أباك سيذبحك. فقال إسماعيل: إذا كان الله قد أمره أن يفعل ذلك فليفعل ما أراد الله. حينئذ حاول إبليس أن يمنع إبراهيم وإسماعيل من الذهاب إلى مكان الذبح. حاول الشيطان أن يمنع إبراهيم عند الجمرة الكبرى في منى من الاستمرار في السير لتنفيذ أمر الله، فأمسك إبراهيم بالجمرات السبع ورجم إبليس، ولكن إبليس وذريته لم ييأسوا وتابعوا إبراهيم وإسماعيل علهم يستطيعوا أن يمنعوهما من تنفيذ أمر الله، فرجمهم إبراهيم وإسماعيل لينصرفوا ويبتعدوا عنهما. ويمضي الرجل فيكب ابنه على جبينه استعدادا للأمر، وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعه. لقد وصل إلى أن يكون عيانا، لقد أسلما. فهذا هو الإسلام في حقيقته: ثقة وطاعة وطمأنينة، ورضا وتنفيذ، وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم. ثم أراد إسماعيل أن يخفف على أبيه لوعة الثكل ويرشده إلى أقرب السبل إلى قصده، فقال: يا أبتي، أشدد وثاقي واحكم رباطي حتى لا أضطرب، واكشف عني ثيابي حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي فيشتد حزنها وتفيض دموعها، واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد ووقعه أليم، واقرأ على أم السلام، وإن أردت أن ترد قميصي عليها فافعل، فإن ذلك فيه تسرية لهمها وسلوة لها في مصابها، وهو ذكرى لوليدها تشم منه عبيره وتتنسم فيه أريجه، وتعود إليه حين تبحث حولها فلا تجدني، وتفتش عني فلا تراني. قال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ثم ضمه إلى صدره وأخذ يقبله وتباكيا وانتحبا. ثم أسلم إبراهيم ابنه فصرعه على شقه وأوثقه بكتافه، وأمسك السكين وأخذ يصوب النظر إليه مرة ويحدق في ابنه مرة أخرى، ثم تدفقت عبراته وتتابعت زفراته رحمة به وإشفاقا عليه، وأخيرا وضع السكين على حلقه وأمرها فوق عنقه، ولكنها لم تقطع لأن قدرة الله قد كسرت حدتها. فقال إسماعيل: يا أبتي، كبني على وجهي، فإنك إذا نظرت إلي أدركتك رحمة بي تحول بينك وبين تنفيذ أمر الله تعالى. ففعل، ثم وضع السكين على قفاه فلم تمضي الشفرة، وأدركت إبراهيم الحيرة وشق ذلك على نفسه، فتوجه إلى الله أن يجعل له مخرجا، فرحم الله ضعفه واستجاب لدعائه وكشف غمته، وتحركت الكائنات بقوة حركاتها، واستغاث الكل بلسان واحد: اللهم ارحم هذا الشيخ الكبير، والد هذا الطفل الصغير. فجاء النداء من العزيز الجليل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. واستبشر إبراهيم وإسماعيل ببشرى الله عز وجل. وهنا كان الأب والابن قد أديا، كانا قد أسلما، كانا قد حققا الأمر والتكليف، ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل ويسيل دمه وتزهق روحه. وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان الله، بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما. فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام، بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه، ولو كان هو الابن فلذة الكبد، ولو كانت هي النفس والحياة. وأنت يا إبراهيم قد فعلت، جدت بكل شيء وبأعز شيء، وجدت به في رضا وفي هدوء، فلم يبق إلا اللحم والدم، وهذا ينوب عنه أي ذبح من دم ولحم. ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت، يفديها بذبح عظيم، قيل إنه كبش وجده إبراهيم مهيئا بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل. ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ذكرى لها الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أحباب محمد،
فضلا لا تنسوا دعمنا بنشر الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التنبيهات، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.